بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال: ماذا بعد التخرج؟ واحد من أهم الأسئلة في مصير في مصير الكثيرين، يعني خاصة للطلبة اللي أمضوا الكثير من عناء رحلة الدراسة لأكثر من 10 سنوات تقريبا، سواء كان في الدراسة الابتدائية المتوسطة والإعدادية وما بعد الدراسة الأكاديمية. في فترة الإعدادية في الدراسة الثانوية، الكثير من الطلاب أول ما تسأله ما هو الحلم اللي ينتابه او يراوده، يجاوبك انه ادخل كلية واتخرج. فبالتالي ما بعد الكلية مباشرة، بعد اول ساعات الانتهاء من الدراسة الأكاديمية، يبدي السؤال هذا يطرح نفسه من قبل الكثيرين، يعني ماذا بعد التخرج؟ قبل لا ابدي بالتفاصيل، خلينا نشوف السؤال اللي هو اغلب الطلاب انه يبدون يسألوه. بعد دراسة استمرت ل4 أو 5 سنوات، نقصد بالدراسة طبعا هنا الدراسة الأكاديمية، بعد دراسة استمرت ل4 أو 5 سنوات وأخيرا تخرجت من الكلية، لكنني أشعر بالضياع الآن، والكثير من زملائي يشاطرونني الشعور نفسه. الأسئلة اللي تنتاب أغلب الطلاب ما بعد هذه الفترة، يعني ما بعد أنه مباشرة بعد التخرج أو ما بعد الانتهاء من الدراسة الأكاديمية: أولا، هل أبحث عن عمل؟ هل ألتحق بدورات زيادة خبراتي العملية؟ أتابع التعليم لأنال شهادة الماجستير؟ ما الذي تنصحون به بعد تخرجي؟ طبعا هنا الطالب أو بالأحرى الخريج يبدأ بهذه الأسئلة، انتاب حالة من التخبط، انتاب حالة من عدم الاستقرار. أغلب المتخرجين من الجامعات صادفهم مثل هذه المواقف. السبب: أولا، خبراتهم في الحياة تكون محدودة، يعني بعد الطالب هو فريش، عمره تقريبا ما يتجاوز 20 22 سنة، فبالتالي خبراته بالحياة محدودة. السؤال اللي يجب أن يعني يجيب عليه هو نفسه الخريج، أولا لازم هو يحدد شنو اللي يريده، يعني عملية تحديد الهدف أو الغاية راح تختصر عملية البحث عن الجواب. هل الغرض أو التوجه أنه إتمام دراسة؟ هل التوجه مالته اكاديمي انه اتمام دراسه مالته حتى يحصل على شهاده عليا، هم او التوجه مالته انه يكون هو عباره عن عملي، يعني التوجه مالته يكون هو انه تطبيق المفاهيم الاكاديميه اللي تعلمها خلال سنوات الدراسه، العمل بشركه في مشروع معين. زين، عمليه الاجابه او تحديد الاجابه او المنهجيه او الغايه من الهدف اللي هو يريده راح يحد ويساهم في تقليص الاختيارات للإجابة على هذه التساؤلات. أول خطوة أنه لابد من تحديد أولا أهداف الشخص، يعني أنا كخريج هسه لازم أنه أبدي أولا حتى أوجد الإجابة الصحيحة، لابد من معرفة أولا شنو الأهداف مالتي، لازم هسه أريد أنا بعد ما تخرجت شنو الهدف مالتي. هذه واحد. النقطة الثانية، الميول شنو هي؟ أكاديمية، عملية؟ لازم أحدد الميول مالتي حتى أنه أختصر الوقت. النقطة الثالثة، أولوياتي، وضع خلينا نقول أنه الأوضاع الحياتية أو الأوضاع المادية. فبالتالي عملية تحديد لكل نقطة من هذه النقاط راح تعطيني أنه خيارات محددة وعلى أساسها راح أصرف. فأول نقطة، لابد من تحديد الأهداف والميول والأولويات. مثلا الميول مالتي هي أكاديمية، أنا أرغب في أنه أواصل الدراسة والالتحاق بدراسات عليا، هذا باب. إذا كانت الميول مالتي أكاديمية والغرض من أنه أنا ما بعد دراسة البكالوريوس، أو سواء كان في خريج معهد أريد أكمل بكالوريوس، خريج البكالوريوس يبحث عن دراسة الماجستير، زين، إذا كانت الميول مالتي أكاديمية، إذا لازم هنا أنا أحدد أنه أنا أريد أكمل الدراسة مالتي. هنا يصير عندي خيارين: هل الدراسة مالتي أريد أكملها طبعا ضمن تخصصي داخل البلد خارج البلد، ابدي ابحث عن منحه. المنح انا ناقشتها في مقطع لوحده انه شلون ابحث عن منحه دراسيه، اكو منح دراسيه مجانيه، اكو منح دراسيه نصف مجانيه، واكو منح دراسيه لا غير مجانيه وغير مدعومه. فبالتالي اولا لازم احدد الاولويات مالتي. إذا كان ميول الطالب أو ميول الخريج أكاديمية، فأنصح بأنه يبحث عن منحة، وحتى يبدي يبحث عن منحة دراسية الكثير من المنح مجانية،
وانا منزل كثير من المنح وجاي انزلها على قناتي بالتليجرام، كل المنح المجانية اللي موجودة على مستوى العالم في كل دول العالم. لابد الاستعداد للمنحة الدراسية. المنحة الدراسية اغلبها لضوابط، يعني لابد من تهيئة ضوابطها وشروطها. طبعا واحدة من الشروط انه انت تمتلك، خلينا نفترض بكالوريوس، هاي حصلتها واحدة من عندها. النقطة رقم 2 و3 انا راح اخذهم اتباعا هسه، راح نذكرهم، ويعني هي عقبة واحدة بالنسبة للمنح اللي هي عقبة اللغة، وهسه راح ان شاء الله نناقشها. طيب هسه هذه اولا، اذا كان الميول مالتي اكاديمية فلا بد من العمل والتهيئة على الاستعداد لتحقيق الشروط المطلوبة بالتقديم للمنحة. والنقطة اللي اهم، اذا كانت الميول المادية عملية، يعني انا اسعى لعمل، طبعا هسه مو بالضروري يكون ميول مادية، قد تكون انه الظروف الاقتصادية ما صعبة ما تسمح لي بانه مباشرة انه ادخل في المجال الدراسة. هسه طالب قد يذكر انه انا بعد سنوات طويلة من الدراسة، حالة الارهاق، الضغط النفسي، اريد انه اخذ بريك، ابتعد عن الدراسة في السنة سنتين، وبعدها انه ادخل في عملية الرجوع للدراسة لإكمال دراستي. قد يكون هذا التوجه. التوجه الثاني قد تكون لا، انه الأوضاع الاقتصادية صعبة، احتاج انه عمل، انا بعد السنوات هذه احتاج الى عمل حتى ابدي في ترتيب اموري، امور حياتي. المشكلة هنا راح تصادفنا خاصة بالأوضاع مالتنا، انه حتى احصل على عمل تحديات كثيرة. يعني التقرير اللي صدر امس من قبل وزير العمل يعني يعطي فد، ما اريد اسميها حالة تشاؤم، ولكن هي يعني هذه ارقام موجودة، 8000 صاحب شهادة، يعني 8000 شخص من حملة الماجستير بدون عمل، و2000 شخص من حملة الدكتوراه، طبعا في تخصصات مختلفة، هم مسجلين على انه عاطلين عن عمل. فقصدي انه آلية الحصول على عمل تحدياتها هواية وكبيرة، لكن مو معناتها انه صعب انه احصل على عمل او انه مستحيل، لكن التحديات والمنافسه، باب المنافسه يكون صعب، فبالتالي لازم اهيئ الامور زين. فبالتالي هسه اول نقطه، اذا اولا قلنا لازم نحدد الاولويات والاهداف والميول واتحرك على اساسها. اذا كان توجهي اكاديمي اهيئ الامور لاكمال الدراسه، اذا كان لا انه التوجه مادي يكون انه انا ادخل في المجال العملي تطبيق المفاهيم مالتي، فلازم ابدا اتحرك على هذا الاساس. زين خلي ناقش اهم النصائح اللي يمكن انه انا ابدي اهيئ نفسي حتى احصل على فرصه عمل، سواء كان بالاتجاه الاكاديمي او بالاتجاه العملي. النقطه رقم 1، وهي تعتبر من اهم النقاط، انه هذه الفتره، طبعا اغلب خلينا نقول الخريجين بالمجالات او التخصصات العلميه قد تكون هذه النقطه متجاوزيها، الكمبيوتر سكيلز، المهارات، الحاسوب، اغلب القطاعات خاصه القطاعات او المجالات الخاصه، الشركات الاهليه، كثير من خلينا نقول شروط التوظيف مالته انه يطلب من الطالب او من الشخص او من المتقدم انه يجيد العمل على الحاسوب بكثير من البرامج الحاسوباتيه، واغلبها يعني انه مثلا الاكسل، الاوفيس، اضف الى البرامج الهندسيه المهمه. فبالتالي خلال هاي الفترة النقطة الأساسية أنه أولا أنه تنمي مهاراتك في التعامل مع الحاسوب. أغلب الشركات تتواكب مع العصر، العصر أصبح الحاسوب هو جزء أساسي من كل التطبيقات، من كل يعني جوانب العمل. فالنقطة رقم 1 أنه لازم أنه تكون عندك مهارات في الكمبيوتر، تطورها، تدخل دورات، كثير من الدورات موجودة أونلاين مجانية، ممكن انه تستفيد من الشروحات اللي موجودة على اليوتيوب ضمن مجال تخصصك وضمن مجالات غير تخصصك. يعني مو بالضرورة مثلا انه انا لازم انه ادخل في مجال تخصصي، قد تكون ضمن مجالات معينة لا توجد برامج متخصصة بحد ذاتها، لكن انا احتاج مثلا انه مهارات التعامل مع الحاسوب تكون عندي معلومة، لان اصبحت هي من ابجديات التعامل، واصبحت حاليا اكثر الشعوب انه معيار الاميه هو ليست القراءه والكتابه، وانما معيار الاميه هو اليه التعامل مع البرامجيات ومهارات الحاسوب. هذه النقطه رقم 1. واحده من اهم الشهادات المهمه خاصه بالنسبه للمجال الاداري والمجال اداره المشاريع هو البروجكت مانجمنت بروفيشنال، البي ام بي، واحده من اهم الشهادات، و
وهذه تعطي ادفانتج كلش كبير للشخص اللي حاصل عليها والحاملها، ان تكون فرصه التوظيف مالته والحصول على عمل فرصه كلش كبيره. ممكن تحصل دورات مجانيه موجوده، كورسات مجانيه لكيفيه الحصول على البي ام بي كشهاده، وسواء كان انه فقط انه تطلع على خلينا نقول الكورس، واحيانا يعطيك الكورس مجانا فقط انه بدون الشهادة، والشهادة راح تكون هي فقط انه اذا تجري الاختبار يكون فقط انه تكاليف فقط او رسوم فقط للحصول على الشهادة. مهمة الحصول على البي ام بي، تفتح لك افاق كثيرة، تعطي انديكيشن على انه هذا الشخص عنده مهارة في ادارة المشاريع، عنده مهارة في كيفية التعامل مع الاخرين، قادر على انه يعني عنده خبرة في مقدار في كيفية التعامل والإدارة مع كثير من المواقف، وبالتالي راح تعطيك في الأدفانتج كلش عالي لي حصول على فرصة عمل في كبرى الشركات. إذن هذه المهارة الأولى، أنه لازم تكون عندك أولا أنه عندك الكمبيوتر سكيلز. المهارة الثانية وهي تعتبر واحدة من أهم خلينا نقول الشروط يعني الشروط والنقاط الأساسية اللي يجب على أنه الشخص ينميها. اولا سواء كان بالاتجاه الاكاديمي، انه حتى تحصل على منحه دراسيه مجانيه، انه لازم تكون عندك مهاره مستوى عالي من اللغه. يعني اول نقطه يسالوك فيها سواء كان في المنح، تقديم على المنح او المقابلات في الشركات خاصه الشركات الاجنبيه، انهم ما هو مستوى الانجليش ليفل مالتك اللي موجود عندك. فبالتالي اغلب الطلاب تعاملنا يكون هو دائما مو المستوى العالي، او خلينا نقول انه مستوى الطالب باللغه الانجليزيه هو اما متوسط او اقل. زين، كيف ارفع من مستوى الانجليزيه مالتي؟ كثير من الدورات، كثير من الشروحات على اليوتيوب موجوده، كثير من المواقع. اهم شهادتين لازم تحصل عليهم الايلتس والتوفل، هذول هم المعيار في القبولات، والديجري مالتهم مهمه. فبالتالي لابد من رفع مستوى اللغه الانجليزيه. زين، اضف الى ذلك ان اللغه الانجليزيه ثاني لغه بالعالم، يعني على مستوى العالم ما بعد اللغه الصينيه كلغه انتشار، وتعتبر هي اللغه العلميه الاكثر انتشارا. تفتح لك افاق في التعرف على العلوم الحديثه، تفتح افاق في كيفيه التعامل مع الاخرين، كيفيه انه فتح توسيع دائرة العلاقات والتعرف على الثقافة المحيطة بك. آفاق شتى في يعني شتى المجالات راح تفتح لك، انه متى ما انه تقنت الإنجليزية او رفعت من مستوى لغتك. اضف الى ذلك انه اغلب واقوى وسائل التواصل حاليا هي تتعامل باللغة الإنجليزية. فبالتالي الشرط او النقطة الأساسية حتى اهم من او خلينا نقول نعطيها بالأولوية، حتى ان هي قبل مهارات الحاسوب. يعني الشخص اللي يبحث عن فرصة عمل أكاديميا أو عمليا لابد أنه يتحرك أولا على كيفية من رفع مستوى الإنجليزية مالته. زين، النقطة الثلاثة اللي لازم أنه نبدأ نتحرك عليها أو الشخص يتحرك عليها، أنه السوفت سكيلز. طبعا هنا لازم نميز ما بين نوعين من المهارات. المهارات نقسمها هارد سكيلز والسوفت سكيلز. الهارد سكيلز اللي هي المهارات اللي هي ضمن تخصصك، يعني كل واحد ضمن تخصص مالته يمتلك مهارة، سواء كان مهندس، سواء كان محاسب، سواء كان انه اديب، رسام. هذا نسميه الهارد سكيل، اللي هي عبارة عن السكيلز اللي هي ضمن التخصص مالتك. طيب السوفت سكيلز، هذه السوفت سكيلز هي خلينا نقول مصطلح حديث، او خلينا نقول انه التوجه بالسنوات الحديثة، السنوات الأخيرة توجه أغلب الشركات أنه نحو هذه المهارات، اللي هي تعتمد على مهارة التواصل مع الآخرين، التيم وورك، العمل كضمن جروب، حل المشكلات الاستراتيجية اللي تواجه مثلا العمل، مهارات البرزنتيشن، العرض. طبعا أغلب هذه المهارات اللي هي الكوميونيكيشن سكيل، التواصل مع الآخرين، التايم مانجمنت، إدارة الوقت، القيادة، التيم كتيم، كيف انه تتعامل مع عندك اغلب هذه المهارات انه ما تعطى ككورس تاخذه بالدراسة الاكاديمية، سواء كان بالدراسة خلال الدراسة الاكاديمية او حتى بالمدارس ما يدرس هذا الشيء.
هذه حاليا تقدر تحصل عليها على تدخل على جوجل، تدخل على اليوتيوب، تحصل على انه تعليمات وملاحظات لكل واحدة من هذول النقاط، كيفية انه تطور مهاراتك، لانه خاصة بالمقابلات بالشركات هذه المهارات مطلوبة، بحكم انه ضمن الشركات انت راح تتعامل مع جروبز وضمن تسلسلات إدارية، سواء كان انه مع المدير المباشر، مع الموظفين، مع الموظفين اللي انت مسؤول عنهم، فهذول المهارات مطلوبة. تقدر تحصل على شهادات انه انت مثلا متجاوز او ماخذ كورس ضمن التيم سكيلز او الليدرشيب سكيلز، اكو كثير من الكورسات المجانية، وتحصل على شهادات. هذه الشهادات راح تفيدك بانه تقوي السي في مالتك، ومن تقدم على عمل راح تقدر تحصل على فرصة عمل او تعطيك الأولوية بالمنافسة مع بقية المتقدمين. زين، النقطة اللي بعدها اللي هي انه انا educate yourself، العمل على تطوير نفسي، انه واحدة من الاخطاء الشائعة اللي يرتكبها اغلب الخريجين، انه مجرد ما انه يخلص من الدراسة يتصور او انه يتوهم في انه انتهت مرحلة التعليم، او انه لحد هذه النقطة انه اصبح قادر على انه، او انه اصبح في قناعته انه يفتهم كل شيء في مجال تخصصه. هذه واحدة من اكثر النقاط او الاخطاء الشائعة. استمر في التعليم والعمل على تطوير ذاتي، عملية تطوير المهارات اللي هي سواء كان متعلقة في مجال التخصص مالتي او في المجالات الثانية. استمر العمل على هذا الشيء، اطور نفسي، اطور الواقع اللي انا موجود بيه، اتعلم من المحيطين، اوسع دائرة العلاقات مالتي، دائرة المعارف مالتي، فتح آفاق جديدة. نقطة بعد انه استمر بالتواصل سواء كان مع زملاء الدراسة زائد المحيطين في العمل. زين، بعد من النقاط اللي مهمة انه لازم انه نعمل عليها، انه اولا الشهادة مو كل شيء. يعني من النقاط الخاطئة اللي اغلب الخريجين انه يتصور انه انا مثلا انا خريج هندسة، يتصور انه الشهادة هي اصبحت كل شيء. حاليا مو الشهادة اللي هي الاهم، وانما الخبرة اصبحت هي الاهم، ومدى المعرفة والسكيلز اللي موجودة عندك. فبالتالي حتى احصل على فرصة مفيدة احتاج ان تكون عندي كفاءة وعندي خبرة وقادر على انتهاز الفرصة. هذه راح نناقشها بالنقطة اللي بعدها. النقطة بعد حتى انه اعمل على تطوير من كفاءة مستواي، اولا احاول احصل على كورسات، ادخل كورسات سواء كان مجانية او يعني مدفوعة الثمن ضمن تخصصات، ضمن الـ اهم التخصصات اللي قد تكون هي مطلوبة سواء كانت في مجال عملي او في غير مجال تخصصي. اثنين، اسعى على الحصول على وظيفة متدرب. قسم من الشركات تعطي انه انا محتاج انه مثلا خلينا نقول تخصصات او وظائف بصفة متدرب، قد تكون هي مجانية. هذه قد تكون صح ما موجود الحافز المالي، بقدر ما انه انا اسعى انه اطور من خبرتي، وبنفس الوقت الشهادة اللي راح احصلها تفيدني في تعزيز وتقوية السي في مالتي في التقديم. العمل على انه ادخل ضمن مجالات ودورات تطوعية أخرى، هذه كلها راح ترفع من كفاءة وكفاءتي العلمية في مجال التخصص، زائد خلينا نسميها التثقيفية. زين، وكيفية بناء جسور مع الآخرين والتواصل وعمل شراكات أخرى. زين، النقطة الأخيرة أو الملاحظة الأخيرة وهي واحدة من أهم النقاط، أنه لازم أنه أكون دائما جاهز، أنه أنا مستعد لأي فرصة تجي لي، لانه احيانا الفرص يعني قد تاتي فرصه الى الشخص لكن هو ما مستعد. يعني كثير من الحالات اللي قد انه سواء تسمع بيها او انه شاهدها او قد تمر بيها، يعني انه فرصه عمل او مثلا مطلوب انه توظيف، لكن انت لم هي سي في جيد، ولا تمتلك مهارات، ولا تمتلك خلينا نقول انه شهادات ضمن دورات تخصصية معينة، فبالتالي غير مستعد، وبالتالي راح تفقد حتى بالمقابلات راح تكون موقفك ضعيف، وبالتالي راح تفقد الفرصة. لازم تبدأ على نقطة مهمة، وهي انه لازم تكون دائما انت مستعد، او انه في اي لحظات تتوقع انه يمكن ان تأتيك الفرصة، فبالتالي لازم يكون انه تجهز من كل النواحي لغرض الحصول على العمل.
وهذا الكلام مو فقط في العلم، حتى في الحصول على المنحة في الجانب الأكاديمي، إنه لازم مثلا أنا أحتاج إنه هي شهادة اللغة الإنجليزية اللي هي سواء كانت توفل أو الآيلتس، فلازم أن أتحرك عليهم من هذه اللحظة وأبدي إنه أوضع خطة سواء كان لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر حتى أو سنة إذا كان مستوى اللغة ما ضعيف جدا، أبدي لي خطة وموجودة إنه تدخل على النت وعلى الجوجل إنه خطة للحصول على مثلا الآيلتس أو التوفل مدة 3 أشهر 6 أشهر سنة، أبدي أتحرك على هذا الأساس وهيئ نفسي من هذه النقطة حتى انه ابدي انه يصير عندي اداره حقيقيه وفعليه للوقت وبشكل صحيح، واكون مستعد حتى انه ابدي بالخطوات الصحيحه للحصول على فرصه عمل او فرصه اكمال دراسه. كل التوفيق للجميع ان شاء الله.